بنقول ايه هي الحاجات الريسك فاكتورز اللي ممكن تعمل لنا اكيوت جي بي تي. اشهر حاجات في مصر ممكن تعمل لنا اكيوت جي بي تي هي المالجنسي والكونتراسبتيف بيل او كونتراسبتيف هرمون. ده معظم الحالات اللي بنشوفها غالبا بتبقى مستقل. حتى لو العين مش متشخص الحقيقه احيانا تلاقي جي بي تي وان اكسبلايند او سوبرفيشال ترومبوفليبايت ان اكسبلايند، وبعدين تدور تلاقي العيان ده عنده هيباتوسيريال كارسينوما، عنده مالجنس انويت. لكن بقيه الاسباب اللي بتؤدي للجي بي تي هي الحالات اللي بتحتاج اموبلايزيشن، واحد بعد عمليه، واحد جاله اي تعب وقاعد كتير، عنده هارت فيلير، عنده بعد تروما، بعد اوبريشن، الاولد ايج، بقيه الاسباب اللي احنا كلنا عارفينها. لو لقينا الدي بي تي بيجي في سن مبكر وان اكسبلايند، خاصه لو بياخد اورده كبيره ومش فاهمين ليه، يبقى في الحاله دي نشك انه ممكن يبقى فيه كواجوليشن ديس اوردر. تمام؟ يعني مثلا احيانا احيانا تلاقي شاب صغير وابتدى يجيله دي بي تي، ياخد الالياك والاي في سي، مش فاهم ايه السبب، وفي الاخر تفاجئ تلاقيه بهس الديزيز، انه هو مرض بهجت اللي يجيله اوروجينيتال السرز، ويبتدي يجيله ريكارنت دي في تي وريكارنت سوبرفيشال تروموفليبايت. لكن اكثر حاجتين نهتم بيهم الكونتراسبتيف هرمونز either oral or injection والمالينس. طيب البالمونري امبوليزم بيحصل ازاي؟ بيحصل لما fragment من البلاد كلوت تبتدي تسيبريت وتتحرك مع البلاد ستريم وترشا في البالمونري ارتري اند اور اتس مين برانشز، وتبتدي نفاجئ نلاقي عيان معروف ان عنده دي في تي او مش معروف، يعني مريض في امانه الله فجأة جاله sudden chest pain، فجأة جاله dyspnea unexplained، واحد نايم في السرير مش المفروض ينهج، فجأة لقيته بينهج مع ألم في صدره، خاصة لو كمان معاه hemopsis أو blood tinged sputum، لابد نحط الـ first possibility إن عنده pulmonary embolism، ونبتدي ندور على source يفسر هذا الكلام. يعني ممكن لما نلاقي الاعراض دي في مريض نايم في السرير نبتدي نشوف عنده دي في تي، نعمل له فينس دوبلكس على اللور لمبس وعلى البلفيك فينز والانفيريو فينا كيفا، ممكن نعمله على ايديه لو هي وارمه، نبتدي ندور. Sometimes البرزنتيشن يجي لي برايت سايد هارت فيلير او كارديو فاسكولار كولابس والدث. طيب واحد جاله دي في تي، الهيستوري بتاعه ناتشرال هيستوري ممكن يعمل ايه؟ احيانا واحد يجي له دي بي تي ويدوب لوحده، وبعد 20 30 سنه سعادتك بتفحصه تقول له او تقول لها ده انت جالك جلطه زمان، تبتدي ترجع بالذكاء تقول لك اه ده ابني اللي عنده 30 سنه ايام ما ولدته كانت رجلي ورمت، وقالوا ده عادي ووجعتني، ومن ساعتها لما وقف رجل بتورم، وتلاقي المنظر بوست فليبيتك وما خدتش علاج. احيانا تيجي وما خدتش علاج تبتدي بروباجيت وتعمل بالمونري امبوليز، او تبتدي تريكانالايز بالتدريج سواء بعلاج او بدون علاج، او احيانا تيجي تسد الوريد وتفضل بيرمننتلي اوكلودنج الفين، خاصه لو الوريد ده ليه بدائل. دايما الدي بي تي لما يجي في الحوض بيحصل مينيمال ريكانالايزيشن او نوت ريكانالايز ات اول. ليه؟ لانه في بلفيك كولاترال فينز بتبايباس الاوكلوجن، وبالتالي الفينس ريتيرن ما بقاش متوقف على الاورده اللي اتسدت. بتبقى زعلان قوي لما المريض كل شويه يجي كل شهرين تعمل له تقرير تقول له ايه برضه نو ايفيدنسز اوف ريكانالايزيشن، والكلينيشن بيبقى متضايق لانه مش فاهمين انه دايما في اورده الحوض الريكانالايزيشن بيبقى بطيء اف اني، ممكن ما يحصلش خالص، لكن المفروض تقول له والله هو نان ريكانالايز وبقى ريديوسد ان كاليبر وفي هايبر اكوك ثرومبس، لكن ده ريبليزد بمالتيبل دايليتد كولاترال فينس شانلز وذن ذا بلفس او في الانتيور ابدومينال وول، وده اللي بتشوفه. لا العيان بقى في جدار البطن ظهر اورد. لما تقول له كده يبقى الدكتور يبقى عارف انه في تحسن من نوع تاني. لكن هتقعد تقول له
ما سلكش، هو بيحبط وفي نفس الوقت ما بقاش مقتنع، لانه المريض قدامه بيتحسن، الاعراض بتزول لانه الفينس ريتيرن ابتدى يتحسن عن طريق الاورده الثانيه اللي هي الكولاج. بنقول الجريدنج اوف فينس ريفلكس المفروض ان النورمال فالف يقفل في خلال نص ثانيه زي ما احنا شايفين او اقل. لو في ريفلكس من نص لواحد ثانيه بنسميه مايلد تو مودريت، لو اكثر من واحد ثانيه بنسميه سيجنيفيكانت ريفلكس. العيانين اللي هيجوا لنا سواء كان عندهم جلطه قديمه وجالهم دوالي لايك ذس نسميها سكندري فاريكوزيتي، او هو من الاول ما عندوش جلطات بس البدايه بدوالي بس نسميها برايمري فاريكوزيتي، عاده نلاقي بيشنت رجله وارمه سواء عشان في دي في تي دلوقتي او اول دي في تي، في اورده زرقاء فاريكوزيتي ممكن نلاقي في فينس ألسر. ده نموذج للبيشنت ممكن نشوفه. طيب بمناسبه الريفلكس، انا هعرف الريفلكس ازاي؟ يعني if this is esophageal junction، احنا قلنا النورمال فالف should close within نص ثانيه. طب لو زاد عن نص ثانيه يبقى في ريفلكس. طيب هنلست الريفلكس ازاي؟ قلنا بعده طرق، لا اما نخلي العيان يحزق، لا اما اضغط على بطن العيان بايدي، لا اما اوقف العيان واعمل اوجمنتيشن اضغط على السمانه ازق الدم لفوق واشيل ايدي. بعد ما اشيل ايدي المفروض انه الصمام لا يسمح باي ريفلكس. لو بوست اوجمنتيشن حصل ريفلكس ابتدي اعمله جريدنج. طب بالكلر انا هشوفه ازاي؟ ده النورمال بوبليتيال وده الليسر سافنس وسافنو بوبليتيال. لما المريض ابتدى يحزق البوبليتيال قفل مفيش اي دم ماشي اهوت، يبقى ده كونستنت بوبليتيال، لكن السافنو بوبليتيال بقى لونها احمر يبقى ده عكست في الاتجاه الثاني، يبقى ذيس از ريفلكس. بالنظر او بالساعه او بيبقى قدامي ساعه على الجهاز اقدر بالكلر هنا اعرف الريفلكس ده قعد قد ايه واقدر احسبه. لو عندي السبيكترم انا ببقى عارف انه السبيكترم تحت السكيل بتاع السكند. شرحه انه لو دي السافن وفامورال جانكشن كان لونها احمر بنقول لعين احزق، ابتدى يبقى فيه ازرق بسيط ثم بقى كونتينوس ازرق وقلب بإليزنج، وده معناها انه في ريفلكس وبسرعه كبيره بدليل انه في جت هنا. تمام. الجريد سافنس فين لو كان لونه ازرق وقلنا له احزق قلب احمر يبقى ذيس از ريفلكس. يبقى اذا الريفلكس بنعرفه بالسبيكترم، لو كان تحت البيز لاين قلب العكس او فوق البيز لاين ونزل تحت البيز لاين او تحت البيز لاين وطلع فوق البيز لاين واستمر اكثر من نص ثانيه وبيبقى عندي السكيل على السبيكترم تحت شايف، او بالكلر ان انا اشوف في انعكاس في الكلر. طيب لو مريض طبيعي جالنا وعاوزين نفحصه هنبتدي فحصه منين؟ يعني واحد عاوز يفحص رجله مثلا، نبتدي الفحص بتاع الرجل منين؟ هنبتدي من اول عند مستوى السره كده نلاقي فيه اورطه ونلاقي على يمينه الانفيرو فينا كيفا. الانفيرو فينا كيفا بيبقى بيضاوي، الاورطه بيبقى مدور. وبعدين ابتدي انزل لتحت شويه الاقي كومن ايلياك ارتري يمين وشمال وكومن ايلياك بين يمين وشمال، مع ملاحظه ان الليفت كومن ايلياك بين معدي ورا الرايت كومن ايلياك ارتري هنا اهو، شايفين الاناتومي. بعد كده نبتدي ننزل بقى نشوف وريد وريد، ونلاحظ انه دايما الوريد بيبقى الكلر بتاعه عكس الشريان في اتجاه مختلف، وانه الوريد دايما اكبر من الشريان، وانه الوريد بيضاوي والشريان مدور. اهو ده سوبرفيشال فامورال، سوبرفيشال فامورال ارتري، وده الفين ديبلي نفس القاعدة، وكذلك بوبليتيال ارتري وفين نفس القواعد قدام. ها احيانا نلاقي السوبرفيشال فامورال ارتري معاه تو فين، المفروض نورمالي انه الالياك فين تبقى ديب للارتري، الكومن فيمورال فين ميديا للارتري بتاعه، السوبرفيشال فيمورال فين ديب للارتري بتاعه، البوبليتيال سوبرفيشال للارتري بتاعه. دي العلاقات الاناتومي، يعني في منطقه الحوض نلاقي الاورده ديب للارتري، منطقه السوبرفيشال فيمورال نلاقي الوريد ديب للارتري، عند الكومن فيمورال في الجراين نلاقي الوريد ميديا، عند الركبه وراها نلاقي الوريد سوبرفيشال للارتري.
في الانفرابوبليتر نلاقي دايما الارتري في النص وجنبه وريد من هنا ومن هنا. لو لقيت وريد مع السوبرفيشال فيمورال ارتري، وريد فوق ووريد تحته، يبقى اكيد ده دوبليكيشن. طب افرض انا عارف انه بيبقى وان فين ديب للارتري، بس افرض ما لقيتش الا وريد واحد سوبرفيشال للارتري، ده معناها مش ممكن العلاقه الاناتوميكال دي تنعكس. لا، ده معناها انه كان في دوبليكيشن وانه الديب لمب اتسد وانه اللي فاضل السوبرفيشال. يعني ما ينفعش الاقي السوبرفيشال فيمورال فين سوبرفيشال للارتري، لو لقيت سوبرفيشال ارتري يبقى اكيد في لمب تاني ديب للارتري. يبقى لا هلاقي في منطقه سوبرفيشال فيمورال فين وريد واحد ويبقى ديب للارتري، لا الاقي وريدين واحد سوبرفيشال وواحد ديب، واذا وجد واحد بس وكان سوبرفيشال يبقى في اذر لمب حصل فيه دي بي تي وما حصلوش ريكاناليزيشن. ده برضو البوبليتيال ارتري المفروض الاقي فيه وريد سوبرفيشال ليه. لو لقيت واحد سوبرفيشال واحد دي بيبقى ذس از دوبليكيشن. اوكي، في حالات الانفرابوبليتيال الاقي الارتري كده وجنبه وريد من الناحيه دي وجنبه وريد من الناحيه دي، يبقى ده الستريت تيبيال يبقى كده، الانتيريور تيبيال يبقى كده، البيرونيال نفس الوضع. بعد كده هو خلصت الاورده بالالوان، شفت بالكلر من اول انفيرو فينا كيفا لغايه تحت، شفنا بالبي مود الاول مشينا وريد وريد نضغط عليه، شغلنا الكلر وتاكدنا من علاقات الاورده للشرايين، نبتدي نشتغل بالدوبلر ويف فورم. لما بنحط السامبل فوليوم في الوريد ونخلي العيان يحزق يقوم عاكس لحظيا وقابل، المسافه دي اقل من نص ثانيه بكتير، شايفين نص ثانيه من هنا لهنا. يبقى لما انعكاس لحظي، شوف النص ثانيه قد ايه، ده اقل من ربع ثانيه، ده يجي ثمن ثانيه، وبالتالي يبقى ده نورمال، عكس لحظيا لكن وقف على طول. تمام، ده الجريت سافنس فين شرح النص ثانيه المسافه دي. اذا بالنظر كده ابقى عارف ده اقل بكتير من نص ثانيه ويبقى ده كومبتنت فين. اللي فوق دي لا دي نايز، دي نايز الويف فورم الحقيقيه هنا، ودي كده دي نايز جين زايد زائد حاجه اسمها ميرور ايمج ارتفاكت، انه احيانا الويف فورم الاقي تحت البيز لاين وشبهها فوق لما الجين يبقى عالي. لو قللت الجين ونزلت بزاويه شويه بتظهر لما يبقى الجين عالي وانا نازل عمودي بالبيم على الاستراكشر ده، لو حركت ايدي خليتها تنزل بزاويه شويه وقللت الجين بتختفي. تمام، اللي هو ايه فندم؟ امتى استخدم البروف ده وامتى استخدم ده؟ كل ما نحب نشوف حاجه عميقه نستخدم ترددات اقل، يعني لو عاوز اشوف حاجه في البطن استخدم البروف السبعه ولا الثلاثه ونص؟ ثلاثه ونص، كل ما يقل التردد يزيد البنتريشن بس يقل الريزوليوشن، اقدر اشوف حاجات اعمق لكن الريزوليوشن يبقى قليل. كل ما يزيد التردد كل ما اقدر اشوف الحاجات بريزوليوشن اعلى، لكن ما اقدرش اشوفها الا الديبث محدد. وبالتالي لو انا هشوف في البطن والحوض بشوف بالبروب الكونفكس 3.5، هشوف في الرجل او في الايد يفضل اللينير. طب بس افرض حد الفخده قد كده يبقى اشوفه، افرض حد عند الانكل الرجل قد كده هشوف برضه بالكونفكس. يبقى اذا انا بشوف حجم الجزء اللي انا بفحصه وبحدد اختياري للبروب على هذا الاساس. بنقول ده مريض ورجله ورمه، ده الكومن فيمورال ارتري على الميديال اسبكت بتاعه في الكومن فيمورال ايه؟ فين، ودي السافينو فيمورال جانكشن وشكلهم فيهم جلطه، يا ترى الجلطه دي اكيوت ولا سب اكيوت ولا كرونيك؟ الدكتور بيقول سب اكيوت انا لان هو شايف جواها حاجات بيضة، لكن لو ركز هيلاقي العضلات هنا بقت بيضة قوي. ليه؟ لان الجين انا كنت معليه قوي، وبالتالي احنا ما نحكمش على لون الجلطه، احنا بنقارن نشوفها ونشوف العضلات اللي جنبها، دي عضله ودي عضله، دي بالنسبه لدي دي ايزو، لا هايبو طبعا هايبو، يبقى ذيس از اكيوت. تمام، يبقى اذا لما اجي اقارن ما بعتمدش على الابسولوت كالر بتاع او بتاع الجلطه نفسها، لا انا بعمل relative comparison بينها وبين ال surrounding muscles، عشان لو انا زودت الجين هيزيد للاثنين، قللت الجين هيقل للاثنين. تمام، دي صوره ال اس للcommon femoral vein.
وده السوبرفيشال فيمورال ارتري والسوبرفيشال فيمورال فين والديب فيمورال فين والسافينو فيمورال جانكشن. واضح انه فيهم جلطه، والدليل ان انا شايف سمول فينس تريبيوتري ديب للفين ومع ذلك الفلو باين فيه. طالما انا شايف في الصوره وريد صغنن قوي والفلو فيه ضعيف وشايفه ديب للوريد اللي انا بفحصه، يبقى اكيد الوريد ده مسدود بجد ويبقى مفيش فيه فلو لانه هو مسدود. ليه؟ لانه كبيجنر ممكن اقول الوريد ده مفيش فيه فلو لان انا مش عارف اظبط الماشين، لان الجين قليل قوي او السكيل عالي قوي او الفلتر عالي او اي حاجه تكنيكال ايرور. لكن لما ابقى شايف وريد صغير زي ده ديبر ذان ذا نيتيف فين والفلو فيه المفروض سلوور ذان ذيس فين ومع ذلك شايفه، يبقى اكيد ظبطت الماشين كويسه ويبقى اكيد بجد مفيش فلو ماشي هنا. تمام يا دكاتره؟ يبقى الواحد دائما يفترض وهو بيشتغل انه لا يكون غلطان او مش عارف يظبط الماشين، فيبتدي يطمن نفسه لما يشوف اورده صغننه كده وعميقه والفلو باين فيه. بنقول ده السوبرفيشال فيمورال ارتري وديب لي الفين، وشايفين الفين بقى قد الارتر ثلاث مرات ومدور ونضغط عليه ما بنضغطش، يبقى ذيس از اكيوت دي في تي. ولما اقارن ده بالعضلات اللي حواليه هنا واضح انه هايبو اوكوت ذيس از اكيوت دي في تي، وده برضو البوبليكال فين وده الارتري هايبو اوكوت كومبيرد للماسلز. صحيح لو بصينا عليه الواحد بنقول ده ايزو اوكوت، لكن لما اجي اقارنه بالعضلات دي الاقيه هايبو اوكوت. تمام؟ طيب لو واحد عنده دوالي تحت الجلد، طبقه الجلد من هنا لهنا ومن هنا لهنا سبكتينيس فات، يبقى الاورده دي سوبرفيشال فين، المفروض اللومن بتاعها يبقى انوكوت لايك ذس. لما الاقيه جواه حاجات زي دي يبقى ده معناها ان هو جواه جلطه، اجي اضغط عليه ما بينضغطش، يبقى اقول ده سوبرفيشال ثرومبوفليت بايت. تمام؟ طيب يعني ايه دوالي بقى عشان نبقى عارفين؟ زي دي احنا شايفين دوالي، معناها ايه دوالي؟ معناها دايليتد تورشوس فين. هو لو عاوزين نقول دوالي بكلمه واحده انكومبتنت سوبرفيشال فين، ممكن تبقى انكومبتنت ولسه ما وسعتش، يعني يبقى وريد تلاقي فيه ارتجاع لكن مش واسع، هيوسع كمان سنتين ثلاثه وبعدها بثلاث اربع سنين هيبقى تورشوس. لكن دوالي معناها ريفلكس ان سوبرفيشال فين، هذا الريفلكس هيؤدي لدايلاتيشن باي تايم، واذا وسع الشريان وهو ثابت من فوق من تحت مفيش قدامه غير انه يبقى تورشوس باي تايم. تمام كده؟ بنقول بعد ما الجلطه تيجي وتبتدي تسلك انا هلاقي ايه؟ يعني ده واحد عنده سوبرفيشال فيمورال ارتري وكان فوقه فين وتحته فين وكان فيهم جلطه، خد العلاج وجا بعد اربع شهور، هنلاقي لو الوريد من هنا لهنا الاقي حتة صغيره شانلز ابتدى يبقى ماشي فيها الدم جوه الجلطه، سميها ريكانلايزيشن شانل. يعني ده الشريان وده وريد من هنا لهنا وده وريد من هنا لهنا، وبما ان ده السوبرفيشال فيمورال ارتري يبقى كان في دوبليكيشن، في وريد سوبرفيشال ليه ووريد ديب ليه. ليه الفلو مقطع انتربتد لايك ذس؟ لانه كان في جلطه والجلطه ظهر هنا تشانل وهنا تشانل وهنا تشانل وهنا تشانل. الجلطه لما بتيجي تسلك بيبتدي يحصل تشانل تحفر طريقها جواها ثم تتقابل التشانل تكوالس توجذر عشان تعمل لارجر تشانل، وبعد كده نقول ده حصل كومبليت ريكانلايزيشن. ماشي؟ ده صوره تؤكد هذا الكلام، دي صوره زيها انه من هنا لهنا ده الوريد ده بوبليتل وتحته الارتري، تلاحظ ان هنا في تشانل كبير وهنا تشانل كبير ودي بقايا السودا، دي بقايا الجلطه ريمننت عالقه في النص، مع الوقت الحواجز دي تدوب ويرجع اللومن يبقى بيتنت كله. هنا ده البوبليتيال ارتري، من هنا لهنا ده البوبليتيال فين، واضح ان ده تشانل وده تشانل وما بينهما هنا ده ايه؟ ريمننت من الثرومبوس. نعم. الفين ده لو دوست عليه هلاقيه ما بيقفلش وما بيختفيش تماما، هنشوف دلوقتي الصوره اللي كده. نو. دكتور بيسال سؤال وجيه،
بيقول ما هي الحتة دي عاملة زي ما تكون حتة عايمة في النص، طب دي ما تفصلش؟ لا، لأنه الأكيوت ثرومبس بتحصلها الأول حاجة زي كلوت ريتراكشن، تفقد سوائل وتكش، عشان كده كانت بتبقى لونها هايبوكوك، تبتدي تبقى ايزوكوك، ثم باي تايم بيحصل بروسيس لايك اورجانيزيشن بتاع الووند هيلينج، ثم فايبروزس. فانت هنا في مرحله الحتت دي فايبروتيك ثرومباي ماسكه مكلبشه في الجدار بتاع الوريد، وبالتالي مستهل تفصل ولا تعمل بالمونري امبولاس. ماشي؟ لان انا فعلا احيانا بس ده نادر الاقي حد يقول فري فلوتنج تيل وفي 50% ريكاناليزيشن، كلام متعارض، لانه طبيعه الجلطه في المرحله اللي حصل فيها انها ابتدت تريكاناليز هي بقت اورجانيز ويل ادهرنت تو ذا وول تو ذا فينس وول، وبالتالي مش ممكن يحصل لها ديتاتشمنت وتطلع. دكتور بيضحك على ايه؟ على حاجة انت كتبتها؟ لا انا قصدي انا قلت انت عملت كارثة ولا حاجة كتبت لحد ان دي هتريك يعني تعمل هنا الوريد من هنا، شايفين جداره من هنا لهنا، لو نركز نلاقي ده تشانل ودي حتة بقايا ثرومبس وده انذر تشانل ودي بقايا ثرومبس وده تشانل وده بقايا ثرومبس وده تشانل ودي بقايا ثرومبس وده تشانل، شايفين تشانلز قد ايه؟ كل ده والوريد من هنا لهنا، بس دي صورة مكبرة. هو ده اللي بيحصل باي تايم الريمنت دي تضيع ودي تضيع ودي تضيع ويفتحوا على بعض وتلاقي الوريد كأنه اللومن رجع لأصله، ما بقاش طبعا النيتيف أو أوريجينال لومن، ده تجويف جديد أو لومن جديد حصل جوه الجلطة، وبالتالي لا فيه صمامات ولا أي حاجة، عشان كده لما بيحزق تلاقي الدم كله رجع تاني. نعم. لا 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 ما بت... مش بتبعت شاورز، لكن هي بيحصل انها بتريتراكت قوي ويحصل جواها تشانل جديد. ان هي حصل لها زي فايبروزس وكشت، وانه التشانل اللي جوه ابتدت تاكسباند وتكواليس. لا. بنقول لو لقينا ال انتوا طب خد الدكتور بتاع مين ده؟ عشان انا هقعد اشاور بيه غصب عني. لو لقينا ده الشريان، وانت هنا ما بيقولش ليه؟ لو لقينا ده الشريان بوبليتيال ارتري وده الوريد، ليه بقوا لون واحد؟ خدوا بالكم حدود الوريد هنا اهي. حدود الوريد اهو. في تشانل وتشانل اصغر والباقي ده حدود الوريد، يبقى الحتت السوداء اللي جوه دي ايه؟ بقايا جلطه. لما اجي اقول للعيان ده احزق هلاقي اللون في التو شانلز بقى لون الارتري. ماشي؟ معناها انه كان الارتري ماشي من فوق لتحت الدم كده ناحيه الرجل، يبقى الدم برده راجع في الاتجاه العكسي. اذا لو لقيت الكالر اوف فلو في الارتري والفين ذا سيم، يبقى ذيس از شور ان ذا ريفلكس. دي الصورة دي نويز شوية، لكن ده البوبليتيال ارتري وده البوبليتيال فين. الفين هنا جواه حاجات بيضة، لما بنيجي نضغط على رجل العيان نكمبريس الحتة دي تلاقي ده البوبليتيال ارتري قربوا الاول من السطح طلعوا لفوق. ليه؟ لان انا هنا كومبريسنج كومبريشن. هتلاقي البوبليتيال ارتري وتلاقي الفين ما اختفاش. ليه ما اختفاش؟ لانه جواه جلطة أو بقايا الجلطة لازقة في جداره، وبالتالي هيحصل partial compression and not complete compression. ليه؟ علشان أنا ضغطت بس الأجزاء اللي تلك. يعني لو خدت الكروس سكشن اريا هنا والكروس سكشن اريا هنا، الفرق ما بينهم هو درجة الريكاناليزيشن. معايا يا دكاترة؟ الدكتور سألني من شوية انه لو عندي ده الجل وده سبكتينس فات ودي الديب فاش وعندي وريد مخترق هيبقى ده بيرفوريتور، امتى اعرف انه كومبتنت وانكومبتنت؟ وسالني
بطريقه بيصعب على نفسه الحقيقه، فبقول له بص على الماب اللي هنا دي نصها احمر ونصها ازرق، قصدهم ايه بيها؟ قصدهم لو ان فلو اتحرك من النقطه دي للنقطه دي، يعني اتحرك من جوه لبره هياخد اللون الاحمر، ولو فلو اتحرك من بره من هنا ناحيه الجلد لجوه في الاكس ده، يعني ابتدى هنا وراح لهنا، هياخد اللون اللي تحت الازرق. يبقى اذا انا اقدر اقول البرفوريتور ده كومبتنت ولا انكومبتنت؟ انكومبتنت، لانه لونه احمر، معناها جايب من هنا وطالع لهنا، وده مش الطبيعي. اذا من الكار قال لي طب يحصل امتى؟ المفروض يحصل اثناء الحزق او انا ضاغط لفوق، لكن افرض العين وهو بيتنفس كده وبينهج لقيته اخد اللونين. طب افرض العيان لقيته طول الوقت احمر، يبقى خلاص، يبقى هو incompetent. يعني سي ان انا المنظر ده بتاع سافينو فيمورال جانكشن، انا جاي لقيت السافينو فيمورال جانكشن لونها احمر والماب كده، يبقى ده permanently incompetent. اقول له احزق، يحزق ليه؟ ما هي باينه انها احمر اهي. طب هل ده ممكن يقابلني؟ يقابلك كتير قوي. ساعتك ما بتفحص الحوض عشان مستعجل، وبعدين تبتدي تنزل من اول سفن وفامر جانكشن تلاقي لونها احمر، وده لن يتاتى الا لو كل الرجل سالكه والدم طالع من الرجل لغايه الكومن فامر، جاي يطلع على الحوض لقى الطريق مسدود، ما عادش قدامه غير انه يخرج من الكومن فامر على السفن وفامرال على الجريد سافنس على فروعه اللي ماشيه في البطن، الانفيرو ايبيجاستريك وسوبرفيشال سيركمفلكس ايلياك وسوبرفيشال اكسترنال ديودينتال. يبقى اذا لما الاقيه بيرمننتلي ريفلاكس او بيرمننتلي انكومبتنت سافينو فيمورال جانكشن، احيانا بتبقى كولاترال باث واي علشان في عندي اوكلوجن في البلفيك فين. تمام كده يا دكاتره؟ منظر البرفوريتور ايه؟ ان انا بشوف ادى الجلد من هنا ناسك ناسفات، الخط الابيض ده مين؟ الفاشيا، الاقي وريد مخترقها. بحدد مكانه ازاي؟ باجي احط طرف المزوره هنا والطرف الثاني عند الميديال مالوز او عند البوبليتال كريز، واقول والله ده في انكومبتنت برفوريتور على بعد 10 سنتيمتر بروكسيمال تو ذا ميديال مالوز او بروكسيمال تو ذا لاترال مالوز او ديستال تو ذا ميد بوينت اوف بوبليتال كريز او ديستال للاترال اند of popliteal crease او distal للميديال end of popliteal crease او proximal. يبقى اذا تحدد موقع البرفوريتور من الميديال او اللاترال مالولس او من البوبليتال كريز، ايذر من الميديال end او اللاترال end او الميد بوينت، سواء proximal ليهم او distal ليهم. طب والنقطة الثانية بحددها فين في البرفوريتور؟ هل هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا هنا نقطة اختراق، لان هو ممكن يمشي كده ويقعد يتمشى شويه وبعد 10 سم يدخل في البوسيوتيبال او بوبليتال. يبقى انا ماليش دعوه هو بيصب فين، انا ليا دعوه بمكان اختراقه، لانه الجراح هيربطه في الحته دي سب فيشيال ليجيشن. تمام؟ ممكن نعلم له عليه بقلم لو هو رايح على طول يعمله بكره او بعده العمليه، لكن لو هو بيطمن على رجليه وهيلبس شراب او هيروح الشهر الجاي للدكتور، هتقعد تعلم وبعدين تمزح طب ليه الغلبه دي ده ويست اوف تايم ملوش اي لازمه. لكن لو العيان ده بري اوبرتيف اسسمنت والدكتور مكلمك انه هيدخل يفتحه بكره او بعده، يبقى علم له، بس تجيب قلم ووتر بروف، وطبعا ووتر بروف هيقرفنا لانه انت محتاج يبقى جنبك النكس، وبالنكس تمسح الجل خالص وبعدين تحط العلامه وتمسح التب بتاع القلم، علشان اما تيجي علامه ثانيه تيجي تكتب يكتب معاك معايا. ما فيش، ما هو انت حاطط جل فالبلاستر هتلزقه فين؟ انت لابد تمسح مكانه، وانت بتمسح تبقى عينك على المكان كويس، فالغالب انك هتحط نقطه والجل موجود. تمام؟ وبعدين تمسح كويس وتمسح طرف القلم عشان يكتب ثاني، وبعدين تحط علامه، وبعد ما تخلص خالص تمسح الرجل كويس قوي، وبعدين تؤكد على العلامات، وتبقى العلامه على القد كده، يعني يا دوب 2 3 مللي علشان يفتح عليها تبقى النتائج كوزماتيك كويسه، ما تعملوش علامه كبيره كده بقى عملنا ايه؟ هو احنا عاوزين عشان يفتح على القد. ماشي؟ ده نموذج للريفلكس، انه الفلو كان فوق البيز لاين، لما المريض ده حزق عند السفن وفامورال جانكشن ابتدى ينزل تحت البيز لاين ويكمل، وده طبعا واضح احنا شايفين الجيت اوف ريفلكس
واضح ان السرعه بتاعته جايبه ال 10 ما كفتش، حصل اليزنج وجاب 10 على الناحيه الثانيه البيز لاين، وانه ما فيش حد يقول لي ده المسافه دي اقل من نص سنتي، ما هو مش متوقع انه حصل كده ويقف، ده متوقع يقعد له 10 ثواني. تمام؟ فاذا احنا نقعد نتابعه ونشوف. خدوا بالكم فوق هنا التاريخ ده 21/2/2007، جنبها الساعه 2 الظهر 27 دقيقة 0 ثانية، فإذا أنت ممكن تتابع تلاقيه واقف عن 27 و8 ثواني، يبقى ده قعد 8 ثواني، ها؟ العملية سهلة. أو تقيس لو أنت هتاخد ويف فورم على السكيل اللي تحت، معايا دكاترة شايفكم نمتوا خالص. ده نموذج تاني للريفلكس لما بيحزق عمل كده، اللي موجود ده نويز وميرور إيمج، لو تلاحظوا ارتفاع دي قد ارتفاع دي، الصورة طبق الأصل منها بس بحتة شوية. شوفوا هنا شبه دي. برضه دي ارتفاعها قد دي، قلت شويه هنا قلت شويه هنا، بس دي فين؟ فدي يسموها ميرور ايمج ارتفاكت، مجرد انزل بزاويه اعوج البروب شويه كده وابتدي اقلل الجين تختفي على طول. تمام؟ المسافه دي اكثر من نص ثانيه الريفلكس، وواضح انه لسه مكمل سرعته ابروتشنج ال 15 او 13. بنقول احنا عندنا الدوالي، عشان افحص مريض عنده دوالي انا هعمل ايه؟ الحقيقه ان انا هعمل فحص زي اللي انا بفحصه للدي بي تي الاول، اتاكد في كل الاحوال انه الاورده العميقه patent compressible وcompetent. لماذا؟ لانه لابد احدد للدكتور هل دي primary varicose vein or secondary. لو primary ده معناها مولود بيها عيب خلق كده واوردته العميقه سليمه. secondary varicosity معناها انه كان سليم وجاله جلطه بوظت الصمامات وبالصدفه خرجت من الاورده العميقه اثرت على صمامات البرفوريتورز او خرجت من الكومن فيمورال على السفنو فيمورال جانكشن وابتدت تبوظ في الجريت سافنس، وعشان كده المريض ده جاله دوالي. يبقى في كل عيان لابد افحص الديب سيستم قبل ما اعلق على السوبرفيشال. مفيش حد يجي يقول لك ده انا مستعجل بس بقول لي الجريت سافنس عامل ازاي، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حد يقول لك انا عاوز اخد حته من الجريت سافنس عشان العيان ده هنعمل له كرونري باي باس او هنعمل له فيمروبوبليتال باي باس، مفيش حاجه اسمها كده. لابد الاول اتاكد ان الديب سيستم كويس علشان اقدر اخد الاورده دي استخدمها. ما ينفعش يبقى الاورده العميقه بايظه والوحيد اللي شغال عنده اللونج سافنس واجي اشيله واقول له اصل هنعمل له كورونا باي باس حرة، يبقى بوظنا الرجل خالص. ماشي؟ الدوالي عندي لا اما تاخد المين فينز، يعني تاخد اللونج والشورت سافنس فين من اول الجنكشن بتاعتهم سافن وفاهم سافن وبولت، نلاقي ارتجاع ياثر على اللونج والشورت سافنس، لا اما يبقى المين ترانك كويس وتاخد التريبيوتريز بس يبقى اللونج والشورت سافنس كويسين والجنكشنز كومبتنت ولكن الفروع دايركتد وتورشوس بلس اور ماينس انكومبتنت بيرفوريتورز معاهم، يعني ممكن تلاقي فروع ومعاها انكومبتنت بيرفوريتور اور نوت. او الحاجه الثالثه ان احنا نفاجئ نلاقي شعيرات زرقاء، نحط البروب ما نشوفش حاجه ونلاقي اللونج سافنس والشورت سافنس كويسين والفروع كويسين، ودي بنسميها سبايدر فاريكوزيس. يعني الديب سيستم كويس، السوبرفيشال سيستم كويس، البرفوريتورز كويس، الجنكشن كويسه، ولكن شايفينها بالعين المجرده يبقى سبايدرز، ودي بيعالجوها لاسباب تجميليه بالسكليروثيرابي بالحق. يبقى عندي الدوالي لا تاخد المين ترانك لا تاخد فروعه بس لا تبقى سبايدر. زائد تبديل وتوافيق، يعني ممكن تاخد المين ترانك وفروعه، ممكن تاخد نصه وفرع، ممكن تاخد الجنكشن والابر هاف وتكستند على احد الفروع وهكذا. ممكن يبقى الجنكشن كويسه والمين ترانك كويس لغايه ما نلاقي النص اللي تحت الركبه من لونج سافنس مثلا بايظ، عشان ايه؟ عشان في انكومبتنت بيرفيتور فاتحه فيه. تمام كده؟ هنشوف الدوالي ونقيمها ونشوف الديب سيستم. اذا لقينا الديب سيستم كويس والجريت سافنس مثلا السافن اوفيمورال انكومبتنت والجريت سافنس فيه دوالي، فبنقول والله ده incompetent مثلا right saphenal femoral junction with mild أو moderate أو severe primary varicosity of long saphenous vein as well as its tributaries. لو لقينا deep system bias يبقى برضه هنقول incompetent
sphenofemoral junction ونقول with mild أو moderate أو severe secondary varicosity of great saphenous vein as well as its tributaries أو of the blue knee segment of great saphenous vein أو في sphenofemoral junction و above knee segment أو في tributary الفلان. يبقى إذا هنصف اللي موجود بناء على حالة الديب سيستم وبناء على الديستريبيوشن اوف varicosities. لكن المهم اللي احنا عاوزين نقوله انه ممنوع نفحص دوالي بدون ما نركز على الديب فينس سيستم، لانه العلاج هيبقى على هذا الاساس. في حالات السكندري varicose vein مفيش حد بيتدخل جراحة بمعنى جراحة، دائما الاوبريشنز بتبقى limited. Incompetent perforators عاملين venous ulcer يدخلوا يربطوهم limited surgery for varicosities، لكن ما بيكتروش الحية. بنقول لو ده junction هنا كده بنقول عيان احدى، نلاقي الفلو كان تحت البيز لاين ابتدى يعلى. لو تلاحظوا هنا احنا قاسمين الصورة ازاي، هنا قاسمين الصورة نصها اللي هنا في الصورة والنص هنا السبيكترم. في أسمة تانية ان انا اخلي الصورة فوق والسبيكترم كله تحت زي ما انا عامل هنا. النتيجة انه احنا بالطريقة دي بتلاقي المسافة هنا من 0 إلى 4 ثواني، اقدر اخلي عيان يحزق واشوف ريفلاكس الفترة الزمنية اطول، على عكس لو انا قسمتها بالطول كده وخليت الصورة هنا والسبيكترم. فدي طريقة تانية. هنا في ريفلاكس، لما باجي ابص بلاقي الدوالي كده باينة اوردة تورشوس وتحت الجلد على طول، اضغط عليها الاقيها بتنضغط على حسب مسارها. والله ماشيه على الميديا الاسفل بتاع الثاي والني والليج، يبقى دي ماشيه مع الكورس بتاع اللونج سافنس. ابص على اللونج سافنس الاقيه هو اللي انفولفد ومش شايف اي حاجه جنبه، يعني مش شايف اللونج سافنس، شايف مكانه دوالي، يبقى ده انفولفنج لونج سافنس. طب لو لقيته سليم لغايه الجنكشن ولقيت الدوالي دي امشي معاها الاقيها تصب في اللونج سافنس او في السفنو فيمورال، واقول يبقى ده تريبيوتري ماشي موازي للونج سافن. تمام. بس في هذه الحاله هلاقي دائما التريبيوتريز لو فيها دوالي بلاقيها مور سوبرفيشال عن المين ترانك. يعني لو انا ببص تحت الجلد في المسافه دي ودي الديب فاشيا، الاقي المين ترانك نايم على الديب فاشيا، لكن الفروع نلاقيها سوبرفيشال ناحيه الجلد. تمام كده. لو في بيرفوريتور الاقيه عامل ازاي؟ الاقيه بيخترق الديب فاشيا مثلا هنا، وممكن الاقيه داخل يتمشى لغايه ما يصب في البوستيريور تيبيال فين بعد مسافه شويه. نشغل الكلر نلاقيه لونه ازرق، ده ريفلكس ولا لا؟ ها؟ يا دكاتره؟ لا صح، برافو عليكم. ريفلكس كان يبقى لونه احمر عشان يبقى جايب الدم من جوه لبره، لكن ده ازرق يعني جايب من بره لجوه. هو incompetent بس الصوره دي لا توحي بالريفلكس، لابد اخدها لما الازرق ده يقلب ايه؟ احمر. تمام كده؟ نعم. لا ده اليزنج. احيانا يطلب مننا يقول لك عاوزين فينس مابنج، ارسم لي اللونج سافنس على الجلد او ارسم لي الشورت سافنس او الكفالك او البازيلك. بنعمل ايه؟ بنبتدي لو ده البروب بتاع الالترا ساوند وانا عارف ان الوريد ماشي هنا، احط البروب كده تي اس لغايه ما يبقى في نص الشاشه الوريد، او حاطط نقطه على جلد العين في نص البروب، ما هو نص الشاشه مع، وهكذا. وبعدين اوصل النقاط دي اقوم اجيب الايه؟ الوريد بتاعي. او الطريقه الثانيه ان انا احطه بالطول على الوريد لغايه ما يبان انبوبه على الشاشه، او حاطط خط على طرف الربوب من هنا وخط على طرفه الثاني من هنا، وبعدين الاقي عندي خطوط اوصلها اجيب له. يبقى ده اسمه فينس مابنج. المقصود بالفينس مابنج ان احنا نستبعد اي مشكله في الوريد، نجيب قطره نرسمه بقلم ماركر. يبقى الاول ان اتاكد ان هذا الوريد فاتح بيتنت وكمبريسبل وكومبتنت ومفيش فيه اثر لسوبرفيشال ثرومبوفليب بايت. اثنين نجيب اقطار نقول والله جريت سافنس عند الانكل قايد كذا 2 مللي، عند الني 3.5 مللي، عند الابر ساي 5 مللي مثلا، او الكفالك عند الريست وعند الالبو وعند الابر ارم. يبقى نقول قطره، لانه احيانا الدكتور بيبقى عاوز ياخد سيجمنت صغننه قوي في كرونري، عاوز مثلا حته 2 مللي، يبقى عارف انه الحته 2 مللي هياخدها من عند الكعب، عاوزها 5 مللي يبقى هياخدها من الابر ساي.
يبقى لابد نقول له قطره ونقول له ما فيش فيه دوالي ولا ارتجاع ولا اثر لجلطه قديم. هو ده المقصود بالفينس مابنج ونرسمه. احيانا تلاقيك بعد ما رسمت الخط ده تحته في انكومبتنت ديفريجن، تقوم جاي حاطط نقطه وعاملها دايره او بلون تاني، وتتفق مع الدكتور تقول له والله اللاين ده الوريد، الدوائر سيركلز معناها في اندر لاينج انكومبتنت ديفريجن. لو هو عاوزه بفروعه، لو انا حاطط تي اس ولقيته باين دايره على الشاشه ولقيت واحد فرع الاس خارج منه، اقوم جاي خارج منه الناحيه دي عامل خط جانبي، خارج من الناحيه الثانيه دي عامل خط جانبي، وبعد ما اخلص اعمل الخطوط دي منقطه او اعملها بلون تاني او اقول له اعملها بدرجه خفيفه شويه في سن القلم بحيث تبقى اربعه، اقول له this is our decide distributors بتاع الوريد. يبقى انا رسمت له الوريد من اوله لاخره، قلت له اقطاره، قلت له ان هو completely normal، قلت له السايد تريبيوتورز بتاعته، هل في underlying perforators or not؟ And this is venous mapping. تمام؟ نريحكم دقيقة كده عشان نبتدي ايه؟ معروف انه الحاجات العميقة او الضعيفة دي قليلة.